هلا زي ما حكيت في نوع حكينا اللي هو سنس اند اكت، نسبة لواحد اسمه برايتنبرغ، البرايتنبرغ ماشين مثال على السنس اند اكت. عندي سنسرز، ركبنا تو سنسرز، هلا كانه التنين اظن هي اختلاف ما بين وضعية واحد ووضعية الثاني، اظن هذا السبب التنين اللي موجودة هون. في عندي رايت سنسر وليفت سنسر، زي ما حكيت لكم في كثير اشياء ولازم مرات احط تنين حتى اقدر اميز الاتجاه. لو احنا ما عندنا ايدنتين كان ليش بنتغلب؟ ما بعرف وين جاي الصوت. لو ما يعني سبحان الله لما ربنا خلق الانسان اعطى ايدنتين من جايين من اتجاهين مختلفين، فانت لما تسمع صوت بتعرف انه الصوت جاي من هون او جاي من هون، مزبوط؟ بسبب اختلاف بوصول السرعه. نفس الشيء اذا بدي انا اميز الاتجاه وين السنسر من وين الاتجاه جاي تبع السنسر، ما بكفي اني يكون عندي سنسر واحد، سنسر واحد راح يقول لي فيه قوه لهي الاشاره، بس ما راح يقول لي الريليتيف سترينث تبع الاشارتين. لو انا مثلا عمالي بعمل ديتكشن للضوء والضوء جاي من هاي الجهه، راح الاقي انه السنسر هذا مثلا ممكن يتاثر اكثر بالها اذا كانوا تو سنسرز مثلا في بينهم زاويه. فعندنا تو سنسر، روبوت بوز سنسر، فبعطيني فكره البوز وعليه تو سنسرز. السنسرز هلا بنطلع عليهم بالتفصيل اكثر. هي البايسكل موديل تبع السياره اللي عندنا من هون، وعندي هون احنا اخذت جين لجاما، وفي شيء جين هون للسرعه، فاخذنا هذا من هون، هذا رح يعطيني السرعه. هلا هون شو الاختلاف بيصير عندي بالنسبه للسنسر؟ حسب السنسر اليمين والسنسر الشمال رح يعطيني الرقمين. هي الفرق بين سنسر او هذا مجموع سنسر. هون الفرق بين التو سنسرز، وهون رح يعطيني الفرق ما بين اثنين بالتو بوزز، بخليني اروح عليها باسرع. المنطق بيقول اذا انا بعيد جدا عن مكان ايش بعمل بالسرعه تبعتي؟ بزيدها. ولما اقترب من هذا المكان ايش بس بعمل بالسرعه؟ فسرعتي في الانتقال للمكان تتناسب مع قديش الفرق بيني وبين المكان اللي بدي اوصل له. انه هون بالنسبه للتو سنسرز بحددوا الزاويه، فالفرق بين التو سنسرز بقول يعني لازم ارحب يمين او شمال، فعندي فرق ما بين هذول الاثنين رح يعطيني هي جاما اللي موجوده هون. هلا المثال رح نعمله هون، ما عنديش انا تفاصيله كثير، بس رح اخذ الانستركشنز اللي موجوده بنفس الروبوتكس تول بوكس. هلا هي مجموعة خلينا اول شيء نشوف الاس لين تشينج الصحيح، مش تابع لها، خلينا نشوف البرايتنبرغ وبعدين نرجع لها مرة ثانية. اذا راح اخذ هون في عندي ماشين اللي هي الاس البرايتنبرغ اللي احنا فتحناها، راح نعملها الان سيميليشن وبعدين راح افرجيكم صورة مرتبطة فيه. هلا اللي صار هون انه هذا الانيشال بوزيشن، هلا هذا بيكون محطوط في الكود، هلا رح نشوف صوره احسن لها. عندي موجود الماشين موجوده هون، في سنسر فيلد رح هو في انستركشن بنفس السيميليشن رح يخلق سنسر فيلد. شو يعني سنسر فيلد؟ يعني مثلا نفترض هذا الجهاز بده يروح على المكان اللي فيه الماكسيمم مثلا ماجنتيك فلوكس، ففي سنسر فيلد، رح احط الصوره هاي جنب الصوره الثانيه، هذول هم نفس الباث 60 يعني نفس الباث اللي هلا شفناه. هلا هذا الكلر كودينج بنستعمله لشده السنسر، شده المجال اللي عم بتقيسه السنسر، بغض النظر مش محدد شو هو السنسر بالحاله هاي، بس ممكن مثلا يكون ماجنتيك فلوكس دنسيتي. ففرضا هذا الجهاز عماله بيحاول يعمل ديتكشن للماجنتيك فلوكس دنسيتي بالنسبة لهذا الاتجاه او شدة الاضاءة او شيء. فاللي راح يصير الان في البوز هذا اللي موجود هون، راح تكون واحدة من السنسرز راح تعطيني قراءة اشد من السنسر هذا، مظبوط؟ اللي هي كانت في الموديل موجودة هون. في تو سنسرز، واحدة ليفت اند رايت، فواحدة منهم راح تحس شيء مختلف عن الثاني. الفرق ما بين الاثنين رح يحدد قديش انا اغير الزاويه، فهذا هو رح يحدد لي. في عندي هون نوع من الجين، شو الجين هذا؟ شو بيمثل بعالمنا احنا؟ او
تمام. شو بيمثل بالكنترول؟ السنسور ترانسفير فانكشن للسنسور. الفيدباك ماشي، ممكن ممكن يكون صحيح، ممكن يكون ممكن يكون، بس ايش ممكن يكون كمان لو اني زدته، لو اني غيرته فوق السنسور؟ شو السنسيتيفيتي هاي؟ انه قد تغير السيجنال فولتج تبع السنسور بالنسبه للقامه. ماشي، ممكن ممكن كل الاشياء. حطوا السنسر، خلصنا من السنسر، طلعنا من السنسر وجينا الاشاره. لو انا حطيت هون جين، شو بيمثل هذا الجين؟ امبليفيكيشن. شو الامبليفيكيشن هذا؟ شو اسمه بعالم الكنترول؟ بي كنترولر. بس هو لخامكم لانه محطوط هون. هو لو انه محطوط هون بتصير هاي كنترولر، مش هاي بروبورشن، مش عندي فيدباك، مش اخذت انا سيجنال هناك الفيدباك الايرور، او هاي الايرور حتى هون، هاي كانه الايرور هون بينهم الايرور ضربته. يعني هو اللي بلخم شوي هون انه الايرور هذا ممكن يكون هون، والجين هذا بيصير هون. الجين هذا بيصير عباره عن بروبورشنال كنترولر، وانت بامكانك تحط بي اي كنترولر. بس اللي بخلينيش بحاجه للاي، ايش هو؟ بتعرفوا شو هو؟ التكامل. التكامل اللي موجود هون هذا نوع من الاي. اوكي، داخل البايسيكل موديل في اي، فاذا في خطا بضل هو يتخلص. هو مش اسمه اي، هو ما اسمه اي اكسبليسيتلي، بس وجوده بعطيني تايب اوف ذا سيستم انه في واحد على اس، والتايبس سيستمز اللي فيهم واحد على اس عاده بيحتاجوش بي اي، بي كافي بالنسبه لهم. فهذه نوع من الكنترولر، كاني انا حاطط هون كنترولر. فلما اطلعنا على هذول تقارنوا هلا الصورتين اللي موجودين هون، هاي معها، قارن الصورتين هذول رح تشوف هاي نفس المسار. فواضح انه هو بضل يغير، وطبعا لو زدنا الجين، لو زدنا هذاك الجين كان هو بيتحرك بشكل اسرع من هون. بس طبعا بدنا ننتبه انه ما يصيرش عندي، بصير في ممكن يصير في اوسيليشنز بالسيستم هذا. هون عندي بصير هذا، والسرعه كمان احنا مش شايفين السرعه هون، مش مبينه معنا. لو عملناها ان ريل تايم رح اشوف قديش السرعه اقترابه هو من هاي. كان لو حطيت جين لفي كمان برضه رح يصير يتحرك بسرعه اعلى من هون. انا بعرفش اذا حطينا هلا ممكن نلعب شوي بالفاليوز تبعت الجين ونشوف شو بصير بالسيستم. بس هو هلا انا ما حددت له الفاينل بوز، انا ما اجبرته يكون في بوز معين لما يوصل. الجول تبعه انه يوصل هذا التارجت اللي موجود هون. بس احنا قبل ما نعمل هيك عملنا كرييشن لسنسر فيلد. شو يعني كرييشن لسنسر فيلد؟ يعني احنا هون عملنا فانكشن بتقول لي قديش قوة السنسر في كل نقطة من النقاط اللي موجودة هون، فبتضعف الهاي، وهي السكيل تبعها. فهذا سكيل، فبقول لي إذا كان هذا اللون بكون عندك السنسر واحد أعلى شيء، وإذا كان اللون هذا بكون السنسر زيرو، وفي بينهم رينج. فلما كانت السيارة بهذا الاتجاه، السنسر هذا كان إشارته أقوى منها، رغم إنه يمكن كان ضعيف الاختلاف بينهم. لما بدأ يقدر أكثر يمكن صار الاختلاف بينهم أشد. هلا هاي في فانكشن في الروبوتكس تول بوكس بتعمل سنسر فيلد. بس تعمل السنسر فيلد هذا هلا بامكانك تترك السياره انها تمشي اوتونومسلي. بدي اعمل هيك شغلتين جنونيات اجربهم ونشوف شو بدنا نعمل. رح ناخذ، رح اسكر هذا، رح اسكر هذا، ورح ارفع قيم الجين. فرح نيجي مثلا على هذا الجين نشوف شو بصير لو انا عملته 10. اختلف هذا مش هيك؟ اسرع صار يصل، صار اسرع الوصول. خلينا نغير الزاويه، بدي احطها مثلا قيمه كبيره ونشوف شو بصير لو حطيناها 20. طبعا ما لعبتش انا بالجين تبع في، اوكي. لو غيرنا في هلا، لو زدنا في في لازم احط له، لازم احط له جين، ما فيش جين فيه. حطوا اثنين عشان احنا بدينا بواحد. نضرب خمسة؟ لا ما كان في، كان في خمسة؟ اوكي عم بتغير معي، مش عم بوصل اشي جنوني، بعرفش. خلينا نجرب اخر اشي نحط سرعة عالية. ما حدث ليه؟ فيش في، او يمكن هو الاوردر تبع السيستم ما بخليهوش يصير. طيب نجرب اخر واحده نشوف. اوكي ماشي، اوكي نجرب اخر شيء، ازيد الجين هذا 40 ونشوف شو بصير. هو يمكن بوصل وسرعته عاليه جدا، لانه احنا وقفنا السيميليشن على فكره.
اوكي يعني صار في تغير في المسار هذا. اوكي اذا هاي اسمها برايتنبرغ ماشين، ما فيش